Je voudrais souhaiter la bienvenue au ministre pour cette première visite. وتشرف صباح اليوم مع الوزير بأن استقبله فخامة الرئيس. تم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات المصرية الفرنسية ثنائيا، وأيضا الأوضاع الإقليمية على خلفية العلاقة الاستراتيجية الوثيقة اللي بتربط بين البلدين. كذلك كان لنا لقاء منفرد ولقاء موسع تم خلالهما تأكيد على أهمية هذه العلاقة للبلدين، علاقة لها دعائم قوية في التاريخ، اتصال ثقافي وحضاري ممتد على مستوى الشعبين يعزز دائما من هذه العلاقة ويجعلها علاقة راسخة. خلال الفترة الماضية تطورت العلاقات إلى مرتبة أعلى من الثقة المتبادلة، العمل المشترك، بحيث أصبحت علاقة استراتيجية بالمفهوم الكامل لذلك، سواء سياسيا، اقتصاديا، أمنيا، عسكريا، بما يحقق مصالح البلدين. نحن نتطلع إلى دائما تطوير هذه العلاقة، ولدينا رؤية مشتركة إزاء كثير من القضايا الدولية وتنسيق في الإطار المتعدد. العلاقة اللي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي ومركز فرنسا المرموق الريادي في الاتحاد أيضا مجال آخر من العلاقة، خاصة ونحن نقدم على علاقة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتأكيد أنه دعم فرنسا لمصر في الاتحاد الأوروبي من الأمور الهامة جدا. تطرقنا بالتأكيد إلى الأوضاع والحرب الدائرة في غزة للتأكيد على أهمية الوصول إلى وقف إطلاق النار، دخول المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، المنع التام والرفض التام للتهجير سواء تصفية للقضية الفلسطينية أو لإلقاء عبء على الآخرين سواء فيما يتعلق بغزة أو بالضفة، ممارسات المستمرة الإسرائيلية العسكرية في غزة والضفة وبعد التهجير الشعب الفلسطيني في غزة من الشمال والوسط إلى الجنوب، الأضرار الضخمة اللي قد تلحق بالمدنيين في استمرار الاستهداف العسكري لجنوب غزة. تأكيد أنه لابد من وقف إطلاق النار حتى تتاح الظروف لإطلاق إطار سياسي يتعامل مع القضية الفلسطينية من جميع جوانبها، سواء اتصالا بغزة وما يحدث فيها فيما بعد انتهاء الحرب، أو ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل سياسي في إطار حل الدولتين. هناك توافق في المجتمع الدولي بأن هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا بد أن يتم تحديد إطار زمني لإقامة الدولة والتعامل مع كافة القضايا سواء كانت متصلة بإدارة غزة ومسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية، تأمين وتحقيق الاستقرار والأمن لإسرائيل، الإفراج عن الرهائن، لكن أيضا الإطار السياسي الأوسع المرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية. فلا يمكن الفصل بين كل هذه المكونات ولما التعامل معها بشكل واحد. الاتساع وخطورة اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط اتصالا بالحرب في غزة، ما نشهده من تهديد للملاحة في البحر الأحمر، الأعمال العسكرية اللي تمت في سوريا وفي في العراق، أيضا الأوضاع العسكرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كلها تنذر بتفاقم الوضع والانزلاق إلى صراع أوسع، وهذا ما نسعى لتجنبه من خلال المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع القضايا بمنظور سياسي شامل.
سوف نستمر في التواصل الوثيق مع معالي الوزير ومع كافة الأجهزة في البلدين لاستمرار العمل المشترك على مواجهة التحديات المشتركة، وأيضا في الإطار الثنائي على الارتقاء بالعلاقة والعمل على الإسهام الذي أسهمت فيه الشركات الفرنسية وفرنسا خلال السنوات الماضية في جهود مصر التنموية، وأيضا مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. برحب مرة أخرى بمعالي الوزير وأتمنى له كل التوفيق وتطلع إلى العمل الوثيق معه خلال الفترة القادمة. شكرا جزيلا. تفضل. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vous remercie sincèrement de, pour votre accueil chaleureux. الوزير أشكركم على استقبالكم الحار. أشكر كذلك سيادة الرئيس السيسي الذي شرفني واستقبلني هذا الصباح. وبالتالي أنا أبدأ هذه الجولة الإقليمية في القاهرة وسوف أكمل هذه الجولة في الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان وبحثا عن وقف إطلاق النار. بدأت جولتي هذه بمصر لأنكم بلد كبير ولأنكم شريك أساسي في هذه المنطقة ولأنكم شريك أساسي لفرنسا في هذه المنطقة، لأن فرنسا معنية مباشرة ب آثار هذا النزاع الدائر في الشرق الأوسط، ولأن مصر طرف فاعل أساسي لإيجاد حل. فعندما نتكلم معكم نلاحظ أننا متفقين، وأود هنا أن أؤكد أمامكم على أمور ثلاثة. أولا، يمكن لمصر أن تعتمد على دعم فرنسا الكامل من أجل استقرارها وأمنها. تكلمنا عن هذا الموضوع معا، وكذلك مع السيادة الرئيس تناولنا أثار الحرب في غزة على الحدود المصرية. أنتم قلقون بسبب ترحيل القسرية للسكان وخطر أن يطال ذلك الأراضي المصرية. نحن نفهم قلقكم، وموقف فرنسا ثابت في هذا الموضوع. سوف ندين وسوف نرفض أي عمل يذهب في هذا الاتجاه. نحن مثلكم قلقون للقصف الإسرائيلي في رفح. هناك أزمات أخرى تعانون من أثارها على حدودكم، نحن ندرك تماما ذلك. لقد تكلمنا عن التوتر في البحر الأحمر، انعدام الاستقرار في السودان، التوتر في ليبيا، وطبعا لا ننسى أثار العدوان الروسي في أوكرانيا. وأخيرا أذكر بأننا لا نزال ملتزمين إلى جانبكم من أجل الاستقرار الاقتصادي المصري على صعيد ثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية. نحن وكذلك الدعم الذي قدمته فرنسا لمصر في صندوق النقد الدولي هذا هام، ونحن نعرف ذلك. وسوف نستمر في مواكبتكم لتنفيذ الإصلاحات ودعمكم في هذه العملية الجارية. أود كذلك أن أؤكد لكم أننا على استعداد لمواصلة وتعزيز التنسيق الإنساني لمصلحة المدنيين في غزة. جهود مصر وخاصة جهود التي يبذلها الهلال الأحمر المصري جهود متميزة، وأود أن أحيي المنصة اللوجستية التي تم إنشاؤها في العريش، وفرنسا تساهم بذلك، وهذا يبين كم أن جهودنا المشتركة مثمرة وعملية. لقد كنتم أيضا ملتزمين بقوة إلى جانبنا لتسهيل إيصال المساعدة الفرنسية الإنسانية بحرا وجوا. لقد أوصلنا أكثر من 2000 طن من المساعدة وأيضا من المواد الطبية، لأن حاملة الهليكوبتر والسفينة المستشفى ديكسمود قد استقبلت الجرحى الغزاويين. وأود أن أشكركم جزيل الشكر على كل ذلك. والوضع في غزة مأساوي والاحتياجات ملحة يوما بعد يوم، ولقد تكلمنا معا عن بعض جوانب التعاون الأخرى في هذا المجال.
إن الإسرائيليين والفلسطينيين لهم الحق في العيش بسلام وأمان جنبا إلى جنب في حدود معترف بها قائمة على خطوط 1967، وقطاع غزة يجب أن يكون تابعا للدولة الفلسطينية المقبلة. هذا الموضوع كان أيضا في صميم مناقشاتنا، وسوف نستجيب للحالة الإنسانية الطارئة ونعمل من أجل وقف إطلاق النار، ولكن يجب أيضا أن نحضر لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة بإطار جديد وتشكيلة جديدة، وإن شرعيتها سوف تتوقف أيضا على الاحترام الحقيقي لسلطتها وخاصة من قبل الإسرائيليين، وسيتقف كذلك على قدرتها على تحقيق تقدم ملموس لأمن الفلسطينيين وللاعتراف بحقوقهم السياسية. لقد عملنا مع مصر على من أجل دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة. معالي الوزير، التحديات هائلة ولكن تعاوننا قوي، أنا لا أشك بذلك، ويمكنكم أن تعتمدوا على التزامي لكي نعمق الشراكة بين البلدين في كل المجالات، وسوف أكون سعيدا جدا باستقبالكم في باريس في الأسابيع أو الشهور المقبلة. شكرا على حرارة الاستقبال لي هنا. وقت السؤال لكل وزير. مرسي بوكو. نبدأ أخ محمد مصطفى، تفضل، من وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضراتكم، وسؤالي موجه للسيد الوزير سامح شكري. ترتبط مصر وفرنسا يا فندم في الواقع بعلاقات صداقة تاريخية واستراتيجية وتطابق في المواقف إزاء الكثير من القضايا، وربما يبرهن على ذلك حرص وزير خارجية فرنسا على زيارة مصر في أول جولة له بالمنطقة، ويمكن أول دولة حتى في أول هذه الجولة زي ما قال على منصة إكس من شوية. فهل سيادتكم أن تطلعنا على ملامح الرؤية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية ومساحات التوافق في الرؤى بين الجانبين إزاء أزمات المنطقة وفي مقدمتها الأزمة في غزة؟ شكرا يا فندم. في ترى العلاقات الثنائية، فطبعا ضمن التنسيق الوثيق السياسي فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية، ولكن في أيضا الشق الاقتصادي، الإسهام اللي بتقدمه فرنسا على المستوى الحكومي في إطار دعم مجهود مصر التنموية، الحزمة التمويلية لكثير من المشروعات القومية الكبرى، مشروعات المتصلة بالبنية الأساسية والنقل ذات أهمية بالغة، وستستمر جذب الشركات الفرنسية، والعلاقة الوثيقة اللي بتربط بلدين تشجع على ذلك، وهناك مجالات عديدة وأفاق لزيادة حجم التبادل التجاري والعمل على ذلك، زيادة الاستثمارات الفرنسية واستفادتها من علاقات مصر بالدول الشرق الأوسط وأفريقيا، العمل أيضا في إطار العلاقات الثنائية الثقافية، والوزير ثمن كثيرا ما يربط بين البلدين على المستوى الحضاري والثقافي والتواصل المستمر عبر قرنين من الزمن، بالنسبة للاهتمام الكبير الفرنسي بالحضارة المصرية، ولكن أيضا بالحضارة المعاصرة والانطلاقة اللي بتحدث في مصر، سواء من حيث الفن، من حيث التعليم والابتكار، وأيضا رغبة مصر في الاستفادة بما وصلت إليه النظم التعليمية في فرنسا، إقامة السكن للطلاب في فرنسا لتوسيع رقعة الدارسين في الجامعات الفرنسية، أيضا ارتباط ثنائي ويؤكد على الرغبة المشتركة في دعم العلاقات الثنائية. أما بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية، فنحن دائما تصاغ السياسة المصرية على أسس ومبادئ، وفرنسا أيضا تلتزم بهذه المبادئ، مبادئ الميثاق الأمم المتحدة وضرورة العمل في إطار علاقات دولية مبنية على الاحترام المتبادل وخصوصية كل دولة واحترام سيادتها وأيضا المصالح المشتركة، والعمل
بشكل إيجابي لتحقيق الاستقرار والأمن دون أي جهد لزعزعة الاستقرار أو سياسات المؤامرة وغيرها من الأمور. بالإضافة إلى أنه دائما كان هناك في القضايا الإقليمية الدعم لإقامة الدولة الفلسطينية، إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على مبدأ إقامة الدولتين، تحقيق الاستقرار والسلام والأمن للشعبين وشعوب المنطقة، وإن عوائد إنهاء الصراع والانخراط الإقليمي شيء مفيد، خاصة وأنه منطقة الشرق الأوسط هي متصلة عبر المتوسط مع جنوب مع شمال دول شمال المتوسط، وطبعا من أبرزها فرنسا. أيضا ما تم توفيره في إطار الثنائي من علاقة أبنية عسكرية دعمت من قدرات مصر على مواجهة التحديات وتكون قوة تعمل من أجل الاستقرار في المنطقة. الحمد لله يأتي استقرار مصر من خلال هذه العلاقة الوثيقة الأمنية والعسكرية مع فرنسا، أيضا العمل في إطار قضية الهجرة غير الشرعية، مقاومة والقضاء على الإرهاب، كلها أمور لنا رؤية مشتركة إزاءها ونعمل بشكل وثيق لتحقيقها. شكرا. سؤال آخر تفضلي. AFP. Merci. J'aurais voulu revenir sur cette question. L'Égypte depuis longtemps. جزيلا. مصر منذ فترة طويلة جدا تدفع باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية. تكلمتم عن إنشاء دولة فلسطينية معالي الوزير. أعتقد أن البريطانيين تكلموا مؤخرا عن إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هل فرنسا تفكر بهذا الموضوع قريبا؟ عاجلا أو آجلا؟ إن استكمال عملية أو إن المحطة النهائية لعملية سياسية هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية. السؤال المطروح هو كيف ومتى وبأي ظروف وظروف العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية. وبالتالي نحن منتبهين جدا لهذه المرحلة ولقد ناقشنا هذا الأمر. وإذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية يأتي في نهاية العملية السياسية، ولهذا السبب أنا حريص جدا على أن الجوانب الأمنية إطلاق سراح الرهائن، وقف إطلاق نار دائم، تكون مرتبطة كذلك بالوضع والحل السياسي. وعملية السلام والعملية السياسية يجب أن تكون في إطار هاتين النقطتين. أعتقد أن زميلي الوزير سيكون متفقا معي. سوف ندفع في هذا الاتجاه، وأنا سوف أتكلم عن هذا الموضوع في إسرائيل في المرحلة المقبلة من جولتي.